اهلا وسهلا بك دكاترة في الفيديو الخاص بـ Insurgent Academy. كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده طبعا الفيديو المختصر للناس اللي اوريدي استخدمت Insurgent وعندها اوريدي اكونت وعليه سيرتيفيكتس وخلصناها قبل كده. تمام، هنعرف من خلاله ايه الكود الجديد لسمستر 9 وازاي نقدر نغيره. تمام، هيبقى في فيديو تاني طبعا للناس اللي اوريدي اول مرة تستخدم Insurgent، وبيبقى فيه introduction details بتاعتها والregistration steps، ازاي تقدر تعمل account من اول وجديد، وازاي تقدر تستخدم Insurgent overall. فخلينا نبتدي طبعا بال على طول ازاي نقدر الكود ايه هو الكود الجديد وازاي نقدر نغيره. طبعا انا معاكم احمد صفوت Solutions Manager في Insurgent. طيب خلينا نبتدي على طول دلوقتي، مثلا عشان طبعا ندخل على الاكونت بتاعنا، نفتح Insurgent ونعمل login. طيب لو احنا فاكرين الايميل والباسورد، طبعا بنكتب الايميل وبنكتب الباسورد وبنعمل لوجن. طيب لو نسينا الباسورد نكليك على فورجوت باسورد وبيفتح لنا بيج كده نكتب فيها الايميل بتاعنا، فبنكتب الايميل وميك شور ان انت بتستخدم الايميل بتاع الجامعه، سوري بتاع الكليه، بتاع كليه الطب، اللي هو بيبقى medicine.zu.edu.eg. تمام، لو مش عامل الاكونت بتاعك في الايميل بتاع الكليه، يا ريت تعمل اكونت من اول وجديد. بعد ما تكتب الاكونت بتاعك تعمل او الايميل بتاعك، بتكليك على ريسا، هيتبعت لك مسج او رساله على الايميل بتاعك فيها لينك عشان تعمل باسورد جديد. بعد ما تعمل باسورد جديده بترجع تعمل لوجن على الاكونت. طيب اول ما تعمل لوجن بيبقى في منظر المعتاد، مجموعه الايكونز دي اللي من ضمنها ايكون اسمها اكونت، تكليك عليها بيفتح لك السيتنج بتاعت الاكونت بتاعتك، وهتلاقي في من ضمن الايكونز كده على الشمال فوق ايكون مكتوب عليها تشينج سيتنج وسكود، تكليك عليها وتكتب، يظهر لك ويندو كده صغيره وفيها مكان تكتب الكود. تكتب الكود ده الخاص بسمستر 9 كليه الطب جامعه الزقازيق. تمام، 8 3 اف كابيتال بي كابيتال 3 8. بعد ما بتكتب الكود بتكليك على اكتيفيت، وهيقول لك ان انت يو هاف بين ادد للبروجرام مثلا الفلاني. طيب لو قال لك ان في ايرور حصل وقال لك ان الكود اوريدي اكتيفيتد، ده معناه برضو ان الكود اتضاف، خلاص مفيش مشكله، بس ممكن تبقى تهويد بس. لا تمام. طيب لو في اي مشكله قابلتك، زي ما احنا برضو متعودين الفيسبوك بيج بتاعتنا فيجن اكاديمي ميدل ايستن افريكا، تبعت لنا بس على البيج مسج ان انت تبع جامعه الزقازيق سمستر 9 بروجرام او اس 9 بروجرام، والمشكله اللي قابلتك يا ريت لو سكرين شوت. سريعا كده بقى من على الويب سايت نعرف ازاي نغير الكود، بنكليك على اكونت، بعد كده تشينج سيتنج وسكود، بعد كده بتكتب الكود الجديد هنا وتكليك على اكتيفيت. طيب عشان نوصل بقى للبروجرام الخاص بينا بتاع السنه دي، تكليك على كورسز، بعد كده بروجرامز، وتعمل سيرش باسم الجامعه ده لازم، هتلاقي كل البروجرامز الخاصه بجامعه الزقازيق اللي من ضمنها اس 9 بروجرام، سواء الفيميل برودكتيف 1 وفيميل برودكتيف 2، الاثنين علينا، ده الجزء الخاص بالجاينيكولوجي والجزء الخاص بالاوبستريكس. طبعا زي ما احنا متعودين بنخش الكورس بالاوبجكتيف، الفيديو، الستابس، الاناتومي، البري وبوست اوبريتيف انفورميشن، بعد كده التست. تمام، بعد ما نخلص التست بنقدر ننزل السيرتيفيكت من التست ايكون. لو في اي مشكله او عندكم اي استفسار ابعتوا لنا على الفيسبوك بيج اللي هي انسيجن اكاديمي ميدل ايست. شكرا ليكم وبالتوفيق دايما ان شاء الله.